عزيزي المشاهد، سعداء جدا بلقائك أسبوع وراء أسبوع، وطبعا نعتذر عن عدم الانتظام في موعدنا معك. نلتقي معك مرة أسبوع وترك، مرة كل 15 يوم، مرة أسبوعين وراء بعض، لكن الحقيقة هالأسبوع عندنا ضيف إذا ما صدنا راح يطير. رحبوا معي أعزائي المشاهدين بضيفنا الفنان الكبير خالد النفيسي. يا هلا ويا مرحبا أستاذ خالد. إن لقائنا اليوم راح يكون صريح، والأسئلة راح تلقى منك كل صدر رحب. والله أنا مستعد للجواب عن كل سؤال، لكن أحب أقول لك شيء واحد. تفضل. حتى لا نرهق المشاهد بأسئلة متكررة، أكيد أن كثير من المشاهدين بيسألني السؤال اللي دائما يسألوني إياه الصحفيين وبقية الناس، سبب سفرك أو سبب غربتك. وأنا أقول لهم أن سبب سفري ليس استجمام وراحة، بالعكس أنا يمكن أتعب في المغرب أكثر مما أتعب هنا، لأن لي مصالحي هناك ولي أعمالي. وأعتقد اللي زاروني في المغرب شافوا أنا شاشتغل وشعمل، والله سبحانه وتعالى يقول وسعوا في مناكبها، صدق الله العظيم. وأظن هذا جواب كافي حتى لا يتكرر السؤال. أبو صالح، نشكرك على هالمقدمة وعلى هالإجابة السريعة. الحقيقة أنت أجبت على أسئلة فعلا كانت موجودة، وكنا نتوقع أن موجودة هي عندي بالنص، وكنت راح أسألك أيضا عن تفاصيل أكثر، لكن أنت سبقت وتكلمت عن هذا الموضوع. على العموم، ما أدري أبو صالح إذا كنت شفت حلقة من حلقاتنا، إحنا تعودنا أن إحنا في بداية الحلقة نبدأ أولا مع أسئلة المشاهدين. المشاهدين راح يسألونك أسئلة وتجاوب عليها. إي حاضر، تفضل المستمع، المشاهدين يسألون وأنا حاضر. تفضل. مساء الخير فنان خالد نفيسي، أنت شفت الأعمال المسرحية الكويتية التي عرضت مثل مسرحية سيف العرب وعاصفة الصحراء، حبيت أعرف إيش رأيك فيها؟ والله مع الأسف أنا ما شفت المسرحيتين اللي ذكرتيهم، وكان بودي أني أشوفهم. وفعلا يعني أمس طلبت كاسيت للمسرحيتين علشان أشوفهم، وما دام أني ما شفتهم ما أقدر أحكم عليهم. طيب أبو صالح، طبعا من خلال وجودك في المغرب، هل الأعمال الكويتية تعرض هناك؟ أعمال مسرحية وتمثيليات تلفزيونية مع الأسف ما تعرض، إنما في بعض المطربين لهم الحظ الأوفر في الأغاني في المغرب. يعني مثل منه؟ مثلا نبيل شعيل وعبد الله رويشد، يعني تجدين أغانيهم بالمقاهي بالأسواق دائما. وأعتقد أن الشعب المغربي حب هذا اللون الخليجي، ومو بس المطربين الكويتيين، أيضا في مطربين سعوديين يعني لهم سوقهم في المغرب. طيب هل تعتقد عدم عرض الأعمال الكويتية هناك، هل هو تقصير من الإعلام الكويتي أم شيء آخر؟ هو ما نقدر نقول تقصير من الإعلام الكويتي، إنما يمكن عدم قبول الأعمال الخليجية بالنسبة للهجة. اللهجة صعبة عليهم، وأي مسلسل أو مسرحية ما يفهمها الواحد لا يمكن يستسيقها أو يشاهدها. بالمناسبة، في أغنية في بالك تحب أن احنا نعرضها لك خلال برنامجنا؟
والله أنا أتمنى أسمع أغناية من زمان كانت تهزني تحركني، هي أغنية في فرقة التلفزيون في أحد حفلاتهم غنوا يا مركب الهند يا أبو دقلين. نعم. يا مركب الهند يا أبو دقلين سمعتها من مطربين كثار ومن ملحنين أيضا كثار، ولكن اللحن اللي جاء فيها في فرقة التلفزيون شدني وايد. نعم. فأتمنى أسمعها إذا هي عندكم. يا ريت لو المخرج علي الريس سامعنا يجهز الأغنية عشان نسمع فيها. على الله، على الله أنها تكون موجودة، ولا يمكن إذا مو موجودة معناها سرقت من أرض اللي سرق من الكويت. نعم. على العموم عندنا السؤال الثاني نشوفه. مساء الخير الفنان خالد النفيسي، أحب أوجه لك سؤال، ليش ما قدمت شيء بعد التحرير؟ ولو عرض عليك عمل مسرحي الآن هل توافق؟ السؤال هذا كثير أنا يسألوني وكثير ما جاوبت عليه، وأقول أتمنى أن يكون هناك نص أنا أقتنع فيه أو يكون لي دور مناسب فيه حتى أقوم في شيء أنا أحبه. هو مو مسألة أن يعني متفرجين التلفزيون أو متفرجين المسرح أو مشاهدين التلفزيون يبون هذا الشيء، أنا أبي أكثر منهم. لكن تجيني نصوص يمكن تكون جيدة ويكون ما لي دور فيها، يعني ما أحس أن لي دور فيها، في من هو يمكن أقدر مني وأكفأ مني يقوم في الدور، أو الدور يناسب غيري أكثر مني. وفي نصوص مع الأسف ما تكون بذيك الجودة بحيث أشتغلها، وهذا المانع. وأرجو من الأخت السائلة يعني أنها تقدر هذا الموقف وتأيدني في هذا الشيء. طيب أبو صالح، الأعمال هذه اللي ترغب في تقديمها هل بالضرورة تكون أعمال عن الأزمة، بما أن الأعمال السائدة الحين كلها تتكلم عن الأزمة، أو أنك تبي تخرج من هذا الإطار؟ هو الأعمال الآن اللي أحب أني أقوم فيها أعمال تكون لي ما يدور الآن بالكويت. الأزمة عرفناها، والأزمة الحمد لله الكويت تحررت، والحمد لله عاد الأمان وعاد كل شيء إلى مجراه الطبيعي، فما في داعي لتكرار هذا الشيء. إنما حبذ أن يكون شيء للمستقبل لما يجري الآن، المرحلة الحالية، المرحلة اللي احنا فيها. نعم. بحاجة إلى 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 نصوص تعالج ما نحن فيه ما بعد الأزمة. طيب بالمناسبة نبي منك تقول لنا شنو العلامات البارزة أو الأعمال اللي تمثل مراحل في حياة الفنان خالد النفيسي. السؤال يعني الأعمال البارزة، أنا أولا ما أوافق على عمل إلا مقتنع فيه اقتناع كلي، وبعدين أنا ما أعرف هل هو لسوء حظي أو لحسن حظي، إن لما يجيني نص أقعد أقرأه ما أقرأه كممثل، لا أقرأه كمشاهد، يعني أمسك النص وأقعد على كرسي وأمامي المسرح وأشوف هذه الشخصيات اللي بالنص تتحرك قدامي على المسرح، فإن شفتها هذه الشخصيات اللي تتحرك قدامي على المسرح دخلت وخيشت براسي واقتنعت فيها ما عندي مانع أني أشتغلها. لكن إذا أقرأها وأشوف الشخصيات مهزوزة والنص مهزوز ما أقدر أمثلها أو أقوم فيها.
يعني معنى كلامك أن جميع أعمالك اللي قدمتها تعتبر محطات متميزة في حياتك؟ لا، أنا ممكن في البداية، يعني اللي هي يسمونها بداية الانتشار، وإحنا تعدينا بداية الانتشار، بقينا في مرحلة الاختيار. يعني أنا الآن ماني مستعد أقبل كل دور، أنا اللي أختار، ومو كل مسرحية لي فيها دور أو أجي محشور حشر بالمسرحية وما أحس في الدور ولا أستمتع فيه. أنا أستمتع في دوري لما أقعد قبل المشاهد، أنا أستمتع فيه سواء تلفزيوني أو مسرحي، أنا أستمتع لما أشوف الدور الجيد. لكني بجي تعرض علي نصوص كثيرة لكن ما أقبلها لأن ما لي دور فيها، لذلك تجديني قليل يعني الطلوع. أو بصالح، لحد الآن ما جاوبتني على سؤالي. أنا أبي الأعمال اللي فعلا تحس إن هي نقلات في حياتك الفنية. إحنا بدأنا بالمسرح، أسميه أنا يعني شبه ارتجال، مو ارتجالي، نعم، شبه ارتجال، اللي هو بالخمسينات أواخر الخمسينات. ثم بدأنا في مسرح على يد الأستاذ زكي طليمات، وتعلمنا لفظ الحروف، تعلمنا الحركة، تعلمنا متى نسكت، متى نوقف، متى نهدي المسرح، متى نرفع المسرح. هذه كلها تعلمناها، وصار الفن عندنا بالمسرحي مدروس. ثم الآن معهد، ما كان يعني بالأول كنا نطلع على المسرح وأي شيء نقوله أو ملخص لدورك تأخذه وأنت من عندك دي. لكن الآن في مقيدين بالنسبة لمؤلف، بالنسبة لمخرج، فهذه نقلات. كانت عندنا الكوميديا عفوية، عفوية وارتجالية، إنما الآن أفضل مثلا كوميديا الحدث، كوميديا الموقف، كوميديا مو كوميديا، لأن في كوميدي يضحكون عليه وفي كوميدي يضحكون منه. أنا ماني مستعد أصير قرد على المسرح علشان يضحك الجمهور، لا، الجمهور الآن المسرحي والمشاهد التلفزيوني صار يتطلع إلى ما هو جيد وما هو حسن، ومو كل شيء يعجبه. فالنقلات انتقلناها من ارتجال إلى أن تمكننا يعني، وكل عمل في نقلات تمر مراحل، نعم، إلى أن نتمكن من نفسنا ونقوم في العمل. مشهد من مشاهدك الكوميدية نحب أنك تشوفه معنا. مصالح، طبعا مثلت كثير من الأدوار، تراجيديا وكوميديا. أذكر من أدوارك التراجيدية مسلسل إلى أبي وأمي مع التحية، وعندما تحترق الشموع. من المسلسلات الكوميدية كان مسلسل خالتي قماشة، بخلاف طبعا المسرحيات. أبي أعرف أيه اللي تستمتع فيه أكثر، التراجيديا ولا الكوميديا؟ أولا إلى أبي وأمي مع التحية، أنا ما أقدر أسميه مسلسل تراجيدي، هو مسلسل تربوي ظل خفيف. نعم. أما الكوميديا اللي في خالتي قماشة فكان كوميديا موقف، يعني لو تشوفين المسلسل
تجدين اللي يخليش تبتسمين او تضحكين هي المواقف. انا ما اعترف بالكوميديا الحوار، يعني في مرات على المسرح واحد يقول حق اقول لك نكته ويقول نكته، ولا يدخلون ايش معنى في قافيه بعضهم بين، هذه ما ممجوجه عندي. انما الكوميديا الموقف الحدث، هذا الكوميديا الراقيه. اما التراجيديا، انا مثلت تراجيديا ومثلت باللغه العربيه، لكن افضل يعني اذا كان الدور تراجيدي ويسمونه ميلودراما احبه ايضا، واذا كان كوميدي بلا اسفاف وبلا تهريج احب. شوف معك اسئله المشاهدين وعندنا سؤال اخر، تفضل. مساك الله بالخير ابو صالح، مبارك عليك باقي الشهر. الفنان خالد النفيسي، لو بغيت اسالك السؤال، انت لو حبيت انك تقدم مسرحيه في هذه الاوضاع اللي الحين عندنا بالوقت الحالي، شنو الاوضاع اللي تنتقدها في الكويت؟ وشكرا. في المرحله هذه وما يلمسون الناس بالكويت، وانا من ضمنهم طبعا، في اشياء يجب ان تعالج، في يمكن اخطاء كثيره بما يدور بالمؤسسات الحكوميه، في مجلس الامه، في الحياة العامة كلها. فلو بعدد هذه الأشياء يطول شرحها، ولازم احنا في مرحلة تخطيط وتشريع وتنفيذ، ولكن مع الأسف اللي قاعد أشوفه أنا الآن ولمسه وما يدور من حوار في الشارع وفي الديوانية وفي المحل وفي كل مكان، ان اللي قاعد اللي يجري الان مو صحيح. اعطيك مثال على ذلك، احنا الان من تحررت الكويت سنتين تقريبا، من صار مجلس الامه لحد الان، احب اسال الاعضاء ولا يلوموني ولا يواخذوني ولا يزعلون علي، لأن كمواطن كويتي لي حق أني أشرح على نوابي أو نواب الشعب اللي انتخبوهم وعطوهم ثقتهم. الآن مثلا ما يدور في مجلس الأمة، شو اللي داير؟ البلد الآن اقتصاد تقريبا شبه واقف، تجارة واقف، أعمال ما في أعمال، ذيك الروح التجارية اللي كانت سائدة قبل الغزو. مع الأسف الآن مجلس الأمة شو اللي قاعد يبحثه، ويمكن أنت تقرين وتشوفين وتسمعين، يبحث النقاب، وأظن هذه بتتم لها سنة أو سنتين يبحثونها كالعادة، ما هم قعدوا سنة على الوانيت يركب عبري ولا ينزل عبري، لحق يشيل عبري ولا ما لحق يشيل عبري، وخلصوا من الوانيتات ارجعوا للمظلات، نحط مظلة لحق راعي البيت يحط مظلة لسيارته ولا ما يحط مظلة، ومضت سنة. الآن شي قاعدين يبحثون المنقبات، يدخلون الامتحان الجامعة ولا ما يدخلون الجامعة، ويبي لها سنة. البدون يحق لهم ولا ما يحق لهم، وبيتمون لأربع سنين كما أعتقد ومن اللي نلمسه الآن، بيتمون أربع سنين يبحثون عن المنقبة تدخل ولا ما تدخل الجامعة، وبيبحثون عن بدون، واللي انتخبوهم ما عليهم منهم، خلاص وصل قعد على الكرسي،
انتهى ذاك الكلام اللي بالمخيمات وذيك الوعود وذاك الطموحات اللي وحطوا الشمس بإيد وقمر بإيد للناخبين. والآن أنا أتساءل إيش سوى لنا مجلس الأمة لحد الآن، والبلد في حالة تحتاج إلى دراسة، دراسة للمستقبل. أنا شيء مني دخلت منقبة ولا ما دخلت، وافقت عليها. المنقبة حلها بسيط، بدأت تدخل الامتحان يحطون مدرسات يمتحنون وتنتهي المشكلة. البدون، أنا بسأل عن البدون هذول اللي يقول لك أنا بدون، طلع هو زرع بالكويت، زرع انزرع طلع كذي، منين جاء؟ شلون صار بدون؟ وأنا متأكد إن ما دام إنه بيعطى جنسية كل واحد يقط جوازه ويقط جنسيته ويقط ذي ويقول لك أنا بدون وتعالوا أعطوني جنسية. بدون شلون صارت بدون هذه؟ منين جت بدون؟ ثم هذا مو وقته ومو وقت البحث فيه، في أشياء أكبر من هذا الشيء. نقعد إحنا بس ننتخب وبعدين نقعد على وانيت وبدون ونقاب وهذا مجلس؟ طيب ما تعتقد إن إحنا لازم نصبر عليهم شوية؟ بداية إحنا 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 نصبر لما نستقر وتهدأ الأوضاع وتمشي المياه في مجاريها وكل يعرفش عليه. كيف هم يبحثون ذك الساعة اللي يبون؟ نعم. هذه أشياء ثانوية وجانبية، هم خلي يبحثون الأشياء الرئيسية. أنا أقول لك مثل شنو؟ المديونيات الصعبة تكلموا عنها. طيب الحكومة قدمت تصورها وحلها أو قدمت حلها، جاء المجلس وقفها. أنت وقفتوا هذا التصور الحكومي، تعالوا أعطوني البديل، شرعوا أعطوني بديل. أنتوا خلي معاكم، أنا مع الحكومة ركنة، لكن أعطوني البديل. بس جمد، التجارة واقفة، البنوك مهزوزة، الأعمال ماكو. ليش؟ احنا املنا كبير في مجلس الأمة وقلنا هذا املنا، ان هو يشرع والحكومة تنفذ. صار العكس، الحكومة تشرع وهو ما ينفذ. صار العكس، الحكومة اللي تبدي آراءها وهو يجمد المجلس، مع الأسف يعني. وما اقول كل الأعضاء، بعض الأعضاء. فالمسألة يعني أنا شايفها أن أنت سألتيني وأنا خليتيني أنجرف بالكلام، لكن هذا الكلام اللي نحس فيه. نعم، إحنا اللي نعرفه أن الفنان ناقد لمجتمعه، وكل شيء يشوفه قدام عينه لازم يتكلم عنه. في أشياء الواحد ما يقدر يقولها، نعم، لأن في حساسيات وزعل وذي. لكن إحنا لما نتكلم مجلس الأمة من يمثل؟ يمثلنا إحنا. فاحنا لما نشرح عليه او نتكلم عنه يجب ان يتقبلنا برحابة صدر. ويمكن في اعضاء الان يسمعوني ويمكن يقولون عنده حق الرجل. احنا وين واللي قاعدين تفكرون فيه وين؟ بلد بعد قزو، بعد تشريد شعب، بعد انا اقول لك على مجلس الامه، الكويتيين ضاقوا الضيم والظلايم، لا اللي داخل ولا اللي برا، ويمكن اللي داخل أكثر من اللي برا. اللي داخل الولد يطلع من بيته أمه ما تعرف يرجع ولا ما يرجع، يطلع الرجل من البيت المرأة ما تعرف زوجها بيرجع ولا ما يرجع،
نص الليل تدخل عليه دبابات مسلحة وتدخل عليه البنادق وتدخل عليه وتفتيش وتعذيب وطق وهتك وسرقات وحرايج وما بقى شيء ما سووه. جاء من اقترح 5,000 دينار لكرب أسرة، ايش سووا عليه؟ نقاش طويل هذا اللي صبر وصمد ووقف وقال الشرعية وبس، لا من مؤيد ولا من معارض، الكل وقف وقال الشرعية وبس. هالفترة فترة القزو، هالمعاناة اللي عانات، ما يستحق رب الأسرة 5,000؟ ولو جمعناها كلها ما تجي 100 مليون دينار، ونسمع في مساعدات لبعض البلاد اللي ما نعرف عواصمها شنهي، ما نعرف حدودها شنهي، لغتهم شنهي، يتبرعوا لهم بالملايين. طيب هل تعتقد أن حبنا لديرتنا وحفاظنا عليها في وقت شدتها ووقت أزمتها إيه؟ يعني ناخذ عليه مقابل؟ أنا ما أقول لك تأخذين عليه، يا ليتهم ما تكلموا وما حد دعاهم إنه يقولون لكم 5,000، ما حد قال، هم اللي قالوا وبعدين رجعوا في كلمتهم بلعوها. أنا ما في واحد قال عطوني، اللي انسرق بيته واللي انسرق سيارته واللي انذبح ولده واللي انذبحت أهله واللي قرايبه واللي ذي شنهو، هو الاستكثار هذا المبلغ معنويا، انك استكثرت علي مبلغ انا استحق اضعاف اضعافه، هذا اللي نلوم فيه ونقوله والكل يقوله. وانت يمكن تسمعين ولا انت من تهني؟ انا اسمع طبعا، لكن الحقيقه احنا ما نبي نطلع وايد على الموضوع، انا ما طلعت عن الموضوع، انت سالتيني سؤال جاوبتك. أكيد نعم. أنا ما طلعت عن الموضوع، أنا مو قصدي طلع عن الموضوع، هو إحنا ما نبي نشط وايد لأن عندنا أسئلة حق المشاهدين. أنا قلت كلامي وأنت سألي على كيف، ومثل ما قلت لك إحنا نبيك تتكلم، إحنا ما استضفنا خالد النفيسي إلا عشان يتكلم وعشان نسمع منه كل اللي نبي نسمعه. على العموم استاذ خالد نبي نريح معك شويه زين، ونهدى معك كذي شويه، انت شنك انفعلت؟ لا ما انفعلت، بس خل اشرب ماي. تفضل تشرب ماي ونراويك الاغنيه اللي طلبتها. يلا تفضل. ضيفنا الفنان خالد النفيسي، نشكرك على اختيارك لهذه الاغنيه الجميله، ومثل ما قلت الحقيقه إشادتك بفرقة التلفزيون كانت لفتة ظريفة ولطيفة منك، ومثل ما قلت تفضل. هو اللي حلي هالأغنية إن في ملحنين غنوها، مغنيين غنوها، فرق غنوها، وهي أصلا يعني هي الكويت هذه يا مركب الهند، ولكن اللي طورها التطوير السليم هي فرقة التلفزيون كلحن وكأداء هي مالت كذي، غير مطرب يغنيها بوحدة ما 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 يضبطها. هي مركب الهند هي مالت بحر، مركب الهند يا ابو دقلين، اغنية جماعية. على فكرة هي مثل ما قلت في البداية الاغنية ما كانت موجودة عندنا لانها طبعا انباقت، ولكن التلفزيون طلبها من دول الخليج اللي عندهم طبعا نسخ من كل أغانينا. بالمناسبة بسألك عن دول الخليج، زرتها مؤخرا؟ والله زرتها وفي فرحان نعم، لأن وصلت دول الخليج إلى هالمستوى من يعني التكامل في، ولكن ليجينا نسأل نقول
كانت الكويت زهرة، كانت كانت هي السباقة في كل شيء، في فن، في كرة، في 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 أي شيء، في أي مجال كانت هي السباقة. وفي بعض شعوب الخليج كانت تسمي بلا مبالغة الكويت باريس الخليج. الآن مع الأسف لو نظرنا إلى الكويت ونظرنا إلى دول الخليج، ما تحسين أنهم تقدموا وإحنا اللي تأخرنا؟ طيب أنت النكبة اللي جاتنا هذه والأزمة ما قبل النكبة، لا تحطون النكبة مسمار جحا، كل ما قلتوا قلتوا القزو وقلنا القزو والحرب، ما قبل الحرب وما قبل القزو الكويت. أنا أروح الخليج جنة، صار الخليج متنفس للكويتيين، يروحون يكشتون فيه، اللي عنده إجازة يروح يطلع يروح الخليج. إحنا ليش؟ إحنا ليش ما نصير مثلهم؟ وأنا أقولها يمكن صراحتي مؤلمة لكن لازم أقولها، لأن كل فرد منا في الكويت حاس في هذا الشيء. ليش؟ تراهم الميادين والأنفاق والطرق السريعة والتشجير والتخضير. هنا سمو الأمير يأمر بالتشجير، ولا حطيتي لك الشرتين عند البيت جت البلدية وشالتها ولا نعرف. هذا واقع، واقع، واقع احنا نتألم منه. ليش معنى يعني الخليج يصير كذي واحنا كذي؟ ليش؟ ليش احنا نروح نكشت في في في, في الخليج؟ المصانع، الزراعة، الأنفاق، ثم احنا مساحة أرضنا هالكبرى ومدخولنا والحمد لله يقدر يسوي هذا الشيء وأكثر. ما يحطون لجان يقولون سبب تأخيرنا شنو، يبدو يدرسون دراسة، ناس تدرس سبب اللي خلانا احنا نتأخر. ليش؟ شنو الأسباب؟ ماكو، ما نعرف. وأنا هني شعوب الخليج على ما وصلوا إليه. أنا أتوقع المشاهدين الحين وهم يشوفونك ويسمعون كلامك يوافقونك على هالحكي، ويحسون أن أنت تمثل لهم شخص يتكلم بلسانهم وطلع كل قلوبهم. حاس فيما يدور في 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 هذا البلد. نعم. حاس شيء حكون ومختلط مع ناس وقاعد مع ناس. وعارف اللي يبونه واللي ما يبونه. شنو سبب تأخيرنا؟ تأخرنا شنو سببه؟ المهم تحب نريح شوية ونرجع لأسئلة الناس؟ الحمد لله أنك أنت تفهميني وكل ساعة تريحيني تفضل. أول شيء مساك الله بالخير فنان الكبير خالد النفيسي، حبيت أوجه لك سؤال. إحنا شفناك في المسلسلات التلفزيونية وشفناك على خشبة المسرح، فما أدري صراحة ما شفناك بكتابة المسرحيات، فصراحة إحنا نفتقر إلى كتابتك المسرحيات، وإن شاء الله تود طلبنا هذا. شكرا. سؤالك يا أخي في مكانه. أنا أولاً مؤمن بالتخصص، يعني الممثل ممثل والكاتب كاتب والمخرج مخرج والكاتب كاتب. من سبب انحدار الفن
بالكويت وأقولها ويمكن يسمعوني الفنانين الكويتيين. الخلط، يعني تلاقين واحد مخرج، ممثل، مؤلف، ومرات ملحن ومغني على المسرح. هذا سبب انحدار الفن بالكويت. في تخصص مخرج، مخرج، كاتب، كاتب، ممثل، ممثل. متى ما اختلطوا ذولا ما في فن. وأنا لو يقولون لي إيش ما يقولون تعال اخرج، ما أقدر اخرج، ويمكن أقدر لكن ما أقدم على الإخراج. تأليف مو شغلي، ممكن لما أقعد أقرأ دوري وأحس إن فيه لازم أضيف من عندي أو من روحي شيء، أضيف بموافقة المخرج والمؤلف. لما أقعد مع مؤلف ومخرج وأقول له هذا الشيء لو نسوي كذا ولا كذا، إذا وافق المؤلف، والمؤلف يمكن تقيب عن أشياء، وحتى الأب مثلا تلاقين ولده عمره 12 سنة أو 13 سنة يقول له يبقى والله كذا كذا كذا، غايبة عن الأب، يقول له صح ابني. فأنا لما أقول للمؤلف أنا رأيي كذا كذا، أصر على رأيه وقال لك لا لا خلاص، ما وافقني وافقني، ممكن أضيف لكن أألف لا يمكن. طيب إحنا مثل ما شايفين وسامعين كلامك، في عندك أفكار وايد وفي عندك انتقادات وايد للمجتمع، فهل هذه ما تصلح تكون أفكار لمسرحيات تسري فيها لمؤلف معين أنت تشوف أنه يقدر من خلال الأفكار هذه أنه يكتب نص مسرحي أو نص تلفزيوني يقدم بشكل جيد؟ أقول لك، وهذه أنا أقولها وأنا يعني متأكد منها، في الآن مسرحية يكتبها الأخ المؤلف عبد الأمير التركي، وكان عندنا مثل إحنا يقول لك خرب العش قبل لا يكبر طيره. هذه المسرحية تعالج هذه المشاكل، فاختصر المؤلف الشطر الأول خرب العش، والآن قاعد يكتبها بعنوان قبل لا يكبر طيره، يعني خرب العش شالها بيكون عنوانها قبل لا يكبر طيرها. وما وبعض من ما قلته الآن يمكن تشاهدينه على المسرح إن شاء الله في الموسم القادم إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله. أنا جاتني الحين ورقة من المعد يقول اتصلت سيدة كويتية كبيرة في السن طبعا من أمهاتنا، تقول حق فناننا الكبير عاش لسانك وترجوك وتقول لك كل اللي في قلبك طلعه لأن كلامك صراحة يبرد القلب. الله يبرد قلبك، الله يبرد قلبك، والما تحسين فيه أحس فيه، وما أحس فيه أنا يحسون فيه اللي يسمعوني. نرجع لأسئلتنا. تفضل. أنا من معلوماتي البسيطة سمعت إن في أحد الممثلين الشباب في لقاء معاه في الإذاعة تكلم عنك وقال إن الفنان خالد النفيسي فنان متسلط متعجرف، على المسرح يحب يهاوش ويحب يطق، صحيح ولا لا؟ وش رأيك؟ كلمة متسلط
هذه غير واردة عندي. متعجرف زملائي كلهم يعرفوني ولا نراد على هذا الكلمة. أنا على فكرة عشان ما أظلم هذا الفنان، أنا الكلام هذا أنا سمعته بمعنى العام. المهم أما أني أضرب الممثلين، أنا لما أقرأ النص بالبروفات ومكتوب بين قوسين الجملة ومكتوب بين قوسين ثم يضربه كفا، إيش يبيني أسوي له بدل يضربه كفا؟ أعطي وردة ولا أحب راسه؟ إذا عنده اعتراض الممثل اللي ينضرب، اللي عنده اعتراض يعترض بالبروفات، يقول هذه الجملة شيلوها ولا ما أمثل، ما حد يمد ايده عليه. لكن إلا إذا كان هذا الممثل جاهل يقرأ حواره ويخلي السيناريو، هذا شيء ثاني. لكن أنا إذا كاتب لي مؤلف يضربه كفا، لو يقول لي يضربه بمطرقة، دورت مطرقة وفلعته، كيف مكتوب عندي هذا الشيء؟ وليش ما يعترض من الأول؟ ليش ما يقول لا أنا ما مثل إذا فيها كفا؟ يعني كلمة وأقولها ولحد الآن وما زلت، ما دام مكتوب عندي ضرب بضرب، وهالمرة كف ومرة ثانية أزيدهم 2 و3. إنزين بالمناسبة بسألك عن عملية الخروج عن النص في المسرح، شايك فيها؟ الخروج عن ممكن جملة، ممكن تخطر في بالك جملة على المسرح تقولها، أو إذا طلعت من المسرح وحطيت راسك على المخدة وقعدت أستعرض اللي سويته بالعرض، جتني فكرة أخ لو إني كذا 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 زايد، ما أجي ثاني يوم وأزيدها على المسرح إلا بموافقة المخرج والمؤلف. وأتذكر مرة في حام الديار كان في عنصر نسائي كثير، هم يشيعون جنازة اللي انقتلوا أو استشهدوا في موكب الأمير. ففي المسرح يمر الموكب جنازة يعني مع موسيقى حزينة، مع ففيها عنصر نسائي كثير، فخطرت لي فكرة إني يعني ما دام في على المسرح مجلس أمة، ليش ما نخلي العنصر هذا النسائي يطالب بحقوقه؟ فجيت للأخ أستاذ عبد الأمير التركي والأستاذ سعد الفرج، كانوا من تأليفهم حام الديار، فاجتمعت وياهم وقلت لهم المسألة كذا 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 كذا، حبذوا الفكرة، فانعمل مشهد من أحسن المشاهد. لكني أزيد من غير ما أقول لهم أو أخبرهم أو أخبر الممثل اللي أمامي أني ترى بزيد كلمتين أو ثلاث، لا ترتبك ولا ما أزيد. والخروج عن النص يجب أن يكون بحدود، وبعدين بموافقة، وعلى الممثلين يجب أن يكونوا على علم باللي أني بطلع أو بيطلع غيري، أو لازم حتى لا يصير هبوط أو هزة على المسرح، لا تربط الممثل اللي قدامك. أيه؟ نعم. علوم ما أدري، الظاهر في جلستنا هذه وايد
تنبأ بأشياء تكون فعلا موجودة عندنا بالنص. المشهد اللي تكلمت عنه هم عندنا سؤال عنه، لكن نخليه في وقته. خلي في وقت عن والله ما ثانية. ادري والله ما قاعد اقول يعني انت قد قلتي عن النص ودي نعم. انا قصدي استئذان المؤلف نعم. والمخرج هذا واجب، مهما بلغ الممثل من مرحله النضج، بس يجب كاحترام لهذا الكاتب واحترام للمخرج. وتأكدي أنهم إذا ما يوافقون على هذا الشيء ما أقدم عليه إلا بموافقتهم. إيش رأيك نتابع أسئلة المشاهدين؟ تفضل. ظاهر مخرجنا وايد متابع كلامك، ولما تكلمت عن المشاهد اللي طق فيها وهذا فحط لك مشهد المشاهد اللي فيها طق بس ما وصلنا للطق الصجي. على العموم مثل ما قلت لك احنا راح نرد لأسئلة المشاهدين اللي طبعا لما سألناهم قلنا لهم راح يكون ضيفنا الفنان خالد النفيسي في هذه الحلقة. كان عندنا أسئلة وايد بس الحقيقة اخترنا منهم الأسئلة اللي فعلا مميزة عشان نحاول قدر الإمكان أن نخفف عليك ونقدم لك أسئلة مكثفة بعد؟ نعم تفضل. مكثفة يعني يكون السؤال في قدر من الصراحة المطلوبة منك. أنا أولا يمكن معروف عني أن اللي بقلبي طلع لساني، نعم. وما في أحسن من الصراحة. أكيد. عيل نشوف سؤال. مساك الله بخير أبو صالح. في أثناء الاحتلال كنت عايش في المغرب، وفي بعض الدول المجاورة فيها أحزاب، وهالأحزاب وقفت ضد الكويت، وشنو وجهة نظرك من هذه الأحزاب وليش وقفت ضد الكويت؟ أنا بجاوبك على هالسؤال. طلعت من المغرب أيام احتلال الكويت وسافرت إلى لندن، وكانت في صحف تكتب ضد الكويت وضد جميع شعوب الخليج، وكتابات افتراء وأكاذيب. فكان هذا الصحفي لي في معرفة قبل الغزو، فمسكته قلت له تعال شو الأسباب اللي خليك تكذب على الناس في جريدتك أو تجيب أشياء مي موجودة وتكتبها عن الكويت وعن السعودية وعن الإمارات وعن مصر وعن. قال لي خالد انت تعرفني زين، انا صاحب اولاد. قلت له ايه وخير. قال انا محتاج للجنيه، انا السفارة العراقية 5 سنين تدفع لي كل شهر 500 جنيه استرليني، وأولادي محتاجين لهال500 جنيه. أنا أروح سفارتكم يعطوني استكانة شاي وأطلع، والسفارة العراقية تعطيني 500 جنيه شهريا وأنا بحاجتهم. أكتب مع العراق وأكتب مع الجنيهات ولا أكتب مع استكانة الشاي؟ اشتبي اني مثل هذا ارد عليه. قال لي اكره صدام واكره سياسة صدام، واعرف ان الكويت دولة ذات سيادة ومستقلة، علمكم يرفرف ببغداد على سفارتكم،
وعلمهم يرفرف بالكويت على سفارتهم. أعرف كل هذا، لكن أنا بحاجة إلى هالمبلغ. طيب إيش رأيك في موقفه هذا؟ هذا لو ما أعطيته سفارة الكويت 550 قلب ورجع، ثم مع الأسف سفاراتنا بالعالم كله أي سفارة فيها ذاك الجهاز الإعلامي اللي يشرح قضيتنا ولا يتكلم عن قضيتنا، ثم أنا ألوم حكومات مجلس التعاون كله، لماذا لا نستثمر الإعلام استثمار إعلامي؟ هو الاستثمار مو بعقار وبنايات ومشاريع، أيضا الاستثمار الإعلامي له مردود لنا أحسن من أي إعلام آخر، وباستطاعتنا نحن نكون إعلام بالخارج الآن. يعني يمكن الام بي سي اللي تبث من لندن، ترى الام بي سي انا عايش غيرت بعض المفاهيم عند بعض الناس، محطة واحدة عربية تبث من مفاهيم كانت الأخبار تجي ملفقة، كانت التحليلات التلفزيونية والسياسية والعسكرية كانت تجي. أنا شايف في تلفزيون من تلفزيونات الدول جابوا واحد بعد 20 يوم من ضرب الطيران، طيران التحالف ضرب الأهداف العراقية، نادى واحد وقعدوه قالوا له تعال احنا قاعدين ما نسمع إلا الوكالات الأنباء الغربية عما يدور بالعراق، وهذه الوكالات كلها طبعا عميلة للدول التحالف أو من دول التحالف. أنت الآن جاي من بغداد، تعال قول لنا شفت ببغداد. تعرفين ايش رد عليهم؟ قال شفت الطيارات الأمريكية تطيح مثل المشمش العطبان، وإحنا ماكو نرفع رجلينا عن الحديد، نمشي من حديد الطائرات. شعب هذه الدولة صدق أن الطيارات تطيح مثل المشمش، للطيارات الأمريكية وطيارات التحالف. إحنا في حاجة إلى إعلام، ما عندنا إعلام بالخارج يشرح قضايانا، مو بس قضية غزو الكويت، يشرح قضايانا كلها ككل كدول مجلس تعاون. سفاراتنا لازم تقوم في هذا، اللي خططوا اللي قزونا مخططين من سنين، شارين نقابات، باني النقابات، شارين صحف، شارين أحزاب كاملة شارينها مشترى، مثل هذا الصحفي اللي قلت لك عنه 600-500 جنيه. طيب ما هذا الصحفي يمكن أنا أعتبره صراحة منافق، يعني لما يكون أنت لا تقولي لي منافق ولا ما منافق، احنا نتكلم عن السواد الاعظم. نعم. انا لما اقرا جريده واسمع تلفزيون وجريده هذه والجريده هذه يصير عندي اقتناع، يقتنع بما يقراه ويسمعه بالتلفزيون او في جريده. انا ايش عندي من معنى كلامك ان العيب في اعلامنا؟ نعم العيب. نعم العيب في وزارات الاعلام بالدول الخليج. سفاراتنا لازم تكون لها مكاتب إعلامية تشرح قضيتنا، تشرح مواقفنا، تشرح سياستنا، تشرح اقتصادنا، تشرح تطورنا، ثقافتنا، كل شيء تبين
للشعوب الأخرى. راح نرجع معك مرة ثانية للغناء. اي نسمعك صوت مطربة مغربية اسمها جميلة، زارت الكويت من فترة وأخرج لها المخرج عادل الخضر أغنية من أغانيها. نشوف معك الأغنية. يلا تفضل.